معتب صرب شكورة بركارك الجور والخير الوافر عندي فيها الأهل وحدة بكفرة وعندي فيها الشيوخ بهم نفتاخر عز وطاني ما بدلها أخرى هذه وردة تجن الجزائر وصرت عند أبو الزهرة محمد شاكينا يوم المحكمة. بهذه الأمسية السعيدة ونحن في قاعة بسم الله نستمع إلى والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الفئة من الرياض وعلى كل الأنبياء والمرسلين. نشكر الجميع الحضور تاعهم بارك الله فيكم. نشكر الآباء تاع الأولاد اللي جاوا مع أولادهم ونشكر الأولاد كذلك اللي جاوا والضيوف تاعنا اللي راهم جايين هنا اللي بالك ما نسيناهم. ونشكر اذاعه عبد القادر اللي جا باش يعطي دعم. هذه من جهه. اليوم غادي نوزعوا شهادات مشاركه تاع اللي شاركوا في الاحتفال تاع 5 جويليا وما ادرك هذا النهار العظيم. هذا النهار عظيم جدا جدا وكاين شهادات بيداغوجية تاع المدربين اللي داروا تربص هذه 8 شهور حتى اليوم اللي الشهادات باش جاوا. الاولى غادي نتكلم كيفاش نجموا ندخلوا في التجديد والتغيير. انا على بالي باللي كاع الناس تبغي التجديد والتغيير ولكن التجديد والتغيير يكون بفضل الجميع. المدرب اللي راه يدرب لازم يقوم بالدور تاعو كيما تقول الشريعه. يقول لك الشيخ لازم يكون يعرف والتلميذ لازم يكون يأمن. ما تبقاش عند الشيخ والتلميذ، تبقى ثاني عند الآباء يتبعوا أولادهم باش يعاونونا في هذا النعمة الفكرية اللي رانا نحاولوا ونبذلوا في مجهودات كبارة كبيرة إن شاء الله باش حتى يكون تغيير وتجديد. كل الناس لازم يشاركوا مام السلطات المحلية على المستوى تاع البلدية وعلى المستوى تاع الدائرة لازم يعاونوا. هذه من جهة. من جهة واحدة أخرى غادي نتكلم على الميدان البيداغوجي اللي يهمني بزاف بزاف بزاف. كلمة البيداغوجي هي علم التربية. علم التربية كيفاش المربي تكون عنده قدرات باش يوصل المعلومات للتلميذ. يقول لك الشيخ لازم يكون يعرف والتلميذ لازم يكون يأمن ولازم تكون عنده قدرة باش يمد المفاتيح للولاد الصغار باش بالدور تاعهم هما يقلبوا لا رولاف. وغادي نروح ابعد من ذا الشيء. لازم يتمنى باش التلميذ تاعو يفوتو يكون احسن منه. لماذا؟ باش يكون تنقل تاع الافكار تاعنا من الاحسن الى الاحسن. في الميدان الفكري وفي الميدان البيولوجي. علم البيولوجيا كاين بعض من الاخوه هنا على بالهم شتي لا هي علم الحياه. الحياه تاعنا تتغير وتكون في حجم واحد اخر. ولو كان نزيدوا نتكلموا مليح 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 نجموا نقولوا باللي ندخلوا في قانون الجاذبيه سي لا لوا داتراكسيون
صافا دير كون نتعاونوا كاع كلنا كيما رانا هنا على الخير بدون شك غادي الخير يجي والعكس صحيح. بون بدون اطاله باسكو ما نجمش نطول معكم بزاف لخاطر غادي نوزعوا الشهادات اللي عليها الشيراني قلتها. لازم نتعاونوا ليس بالقول اللي قبل فعل. حنا الدنيا راهي مورانا ماذا بينا هذه النعمه تبقى عند ولادنا ويمدوها لواحد اخرين. هذا الشطوك اللي انا جبته راهم يداووا به. كاين زميلي منا سي عبد الرزاق راه من نضرومه ترينا عند الشيخ ميراكامي ولا يحوس يحوس وجا عندنا حتى لهنا وراه يدرب معنا راه يدرب في القاعة معنا. دونك راكم تشوفوا الاتصالات كي تندار من البلاد. الدنيا دارت باش نتصلوا مع بعض مع بعضنا بعض. دونك انا نزيد نقول كلمه واحده اخرى بقوه الرجال والنساء طبعا ذكور واناث تكون قوه البلاد. القوه اللي نحوسوا عليها شتي هي؟ شتي هي القوه اللي نحوسوا عليها؟ هي قوه الخلق الحسنه. إن الأمم أخلاقهم إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم هذه هي. والسلام عليكم.